مرحب بكم اليوم في قاعدة الحراير. نقدموا لكم فيهم الأطباق التقليدية واللي هي اليوم نديروا طبق الجلبانة. بسم الله نوروا لزانغريديان. فيها اللحم، فيها البصل، جلبانة، حشيش اللي هو المعدنوس، الزيت، كركم، سكنجبير، قرفة، حرور اللي هو الفلفل الكحل، ملح. نبدأ طريقة التحضير. نبدأ بسم الله. نبدأ بالزيت، ديروا اللحم تاعنا، ديروا بصل، ملح، الحرور، قرفة، سكنجبير، كركم، نبغي كاع في الأطباق التوعين ندير الكركم. نخلوه شوية يتقلى، نطلق كاع هذاك الماء تاع البصل وتاع اللحم، ونديروا فصل ونعاودوا نرجعوا لكم. من بعد اللي الجلبانة تاعنا تقلات مليح، شوفوا نمرقوا، مرقوا سوسوا باش اللحم تاعنا ما ينحرقناش. ماشي تقوي الماء للدرجه اللي حتى يولي مياه، باسكو كي يكون فيه البصل مليح كي شغل المرقه تاعك تكون شابه تجي معسله. نحكموا المعدنوس تاعنا، ديريه ربطه هكا صغيره وحطيها سيغ لو كوتي، وخلي اللحم تاعك يطيب. انتخوتان نعاودو نرجعو لكم باش نورو لكم كيفاش نستعملو السفرجل، باسكو بغينا دروك الطاجين تاعنا راه يطيب، بغينا نعطيكم دي ميثود اللي تنجم تخدم بيه السفرجل. تنجم تدير بيه اللحم الحلو، تنجم تدير بيه طاجين سالي سكري، تنجم تدير بيه المعجون تباسا، تنجم تدير بيه لا كونفيتور. باغ اكزومبل كيما دروك راهي عندنا لا كونفيتور، وجا وقت اللي ننجمو نديرو بيه، راه وقت عفوا جا وقت السفرجل، ننجم نعطيكم لا غوسيت تاع السفرجل. ونبداو في الطريقه كيفاش نستعملوه. نحكمو حبة السفرجل، نقوها، نحكوها مليح بالقارص. من بعد اللي نحكوها مليح بالقارص باسكو باش ما يعاودش باه ما تكحلش، نحكموا حبتنا تاع السفرجل، نحكوها مليح، نقطعوها كيما تاع المعجون، إذا كانت الحبة صغيرة
نديروها اون 4 الا كانت كاينه الحبه كبيره بزاف نقطعوها اون 6. من بعد اللي حكيتيه مليح بالقارص وجدي الماء تاعك في القدره وبداي ديري السفرجل تاعك يفور. هذوك القارص اللي حكيتي به تنجمي تزيدي ديريه في الكسكاس تاعك وتخليه كيفور، ما تخليش يفور بزاف باسكو كيفور بزاف يخسر. راكي توجدي في السيغو تاعك، لو سيغو ديري كيلو تاع السكر، نقصي منه كاس وديري واحد النص ريتلة تاع الماء وخليه يطيب، وديري عفوا واسمو نص حبة تاع قارص تاعك وخليه يغلي. كي تشوفيه بدا شوية لو سيغو هذاك يعقد، قيسي فيه سفرجل باسكو سفرجل يكون قريب طايب، باسكو لا كولور تاعو لازم تكون غاز ما يكونش احمر. الناس بزاف ما يعرفوش يخلوا السكر يطيب بزاف يرجعوا كراميل ويرجع لا كولور تاعو في الحموريه. هي لازم لك السفرجل يبقى غاز، باسكو هذاك القارص اللي تحكي به واللي تقيسيه في الاخر في السيغو هذاك هو اللي ترجع لك لا كولور هكا غاز. كاين الناس يديروا فيه لافاني، يديروا فيه بزاف عفايس، هي لا هي السفرجل لازم له غير القارص. من بعد اللي تشوفيه يدير فيه هذوك لي بول، قلعيه من فوق النار وخليه يبرد وتنجمي تقدميه. كيما تنجمي ديري بيه الطاجين تاع اللحم الحلو فان كذا ومثليه، تكوني موجداتو مفوراتو حكاتو بالقارص مليح وديريه في البوا تاع الكونجيلاتور، تنجمي طيبيه فم تكوني دايره كاع الحلو تاعك. تنقلعيه شويه من السيغو تاع من هذاك السيغو تاع العين وتنجمي ديريه فان تطبخي فيه هذاك السفرجل فان، وتبقى لا كولور تاعو دائما بهذه لا كولور اللي كتشوفوا فيها. جامي لا تخلوا سفرجل تاعكم باسكو بزاف ناس ناكلوا عندهم سفرجل نصيبوه بزاف يابس. هو علاه يابس؟ باسكو تكون داير فيه السكر بزاف ويخلوه يتكاراميليزا، وهو لا جامي لا تخليه يتكاراميليزا. ومن بعد نوريكم الطريقه تاع اللي باش نجمو نديروا به الطاجين ان شاء الله في حصه واحده اخرى. كي ندير لكم الطاجين تاع سكري سالي تاع العين تاع البرقوق كيما نقولوا حنا في الجهه تاعنا تاع الغرب، كي نعاودوا نديروا الطاجين تاع سالي سكري ثم نعاود نوري لكم الطريقه اللي تخدموا بها السفرجل، وان شاء الله باذن الله نوري لك الطريقه اللي ديري الطاجين تاع السفرجل والطاجين تاع البرقوق تاع العين، وان شاء الله تنجحي فيها. ونعاودوا نرجعوا للطاجين تاعنا تاع الجلبانه، بركا بغيت نعطيكم دي زاستيوس باش تنجموا كيفاش تستعملي السفرجل باسكو رانا في المومون تاعو. دروك نعاودوا نرجعوا للطاجين تاعنا تاع الجلبانه، سيبوا اللحم تاعنا طاب كيما راكم تشوفوا ونديروا فيه الجلبانه. برك ما تخليه، راني نقول لك ونعاود، ما تخليش المرقه تاعك بزاف وما يليقش تكون خفيفه، لازم لك دائما تردي بالك وتكون لاصوص تاعك ثقيله كي تشغل معسله. نزيدوا راني نشوف فيه نشف، نزيد شويه باسكو راني ندير لك في الطاجين، والطاجين شويه كي عارفه بلي لازم تكوني راده بالك ليه، دائما تردي بالك باسكو يلصق لك. مي كون تكوني ديري في لا كوكوت مينوت ولا تكوني ديري في طاجين ولا ما تخافيش منه، هو الطاجين هكا اللي يلصق. مي ماكلتو تجي منينه بزاف كي يكون في الطاجين. ان شاء الله تسيو هذو الاطباق، انا عارف باللي تاع كاع الناس تعرف دير الجلبانه ماهيش حاجه صعيبه، مي كل واحد كيفاش يستعملها. انا ليا انا الطبق تاعي هذا تاع الجلبانه بزاف بنين، واني عارفه باللي كون تسيوه راني عارف باللي يعجبكم بزاف. راكم تشوفوا في الجلبانه تاعنا صاي انا درناها ونخلوها طيب، ومن بعد شويه نعاودو نوريها لكم على طبق التقديم. رانا وجدنا الطبق تاعنا تاع الجلبانه، مالغري لي فاسيل وماهوش صعيب وتنجم اي مره ديرو، مي كي تبعوه بالطريقه تاعي راني يعني عارف بلي تعجبكم بزاف وبزاف بنين، وان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا
وان شاء الله تكونوا لفتوا لاستيوس تاع السفرجل اللي قلناها لكم، وان شاء الله تنجحوا في الاطباق كاع اللي نديروهم لكم، وان شاء الله نعاودوا نديروا الطبق تاع السفرجل وتاع البرقوق في اقرب وقت ان شاء الله، وان شاء الله تاكلوه بالصحه وزول هنا وهذه هي وتبقوا على خير.